بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل، وباعثتها إحدى المستمعات تقول فاء عين ضاد. سألت جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وتسأل في هذا اللقاء الشيخ صالح عن كلام تسمعه من الناس، هل هو حديث أو لا؟ من أضحك مسل فقد أبكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ولا أصل لهذا الحديث بما أعلم، ولكن لا يجوز التشويش على المصلي لأنه في عبادة، فلا يجوز التشويش عليه من الكلام ورفع الصوت عنده، حتى بالقراءة، قراءة القرآن لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عند من يصلي لأنه يشوش عليه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتهجدون ويرفعون أصواتهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. وكذلك المرور من بين يديه وهو محرم شديد التحريم، المرور بينه وبين سترته أي المرور قريبا منه إذا لم يكن له سترة، كل هذه من الأمور التي تشوش على المصلي صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تقول: كنت في سن 12، قد بلغت سن الرشد، لكنني كنت ضعيفة ومريضة ولا أحتمل الصيام، ولم أصم لمدة 3 سنوات أي 3 رمضانات. صمت في أحد الأيام فمرضت مرضا شديدا، وكان أهلي ينهرونني إذا صمت. وعندما كبرت عرفت أهمية الصيام، فاستفتيت أحد المشايخ فقال: صومي الذي عليك ولا تطعمي لأنك جاهلة، ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أمران: الأمر الأول الصيام قضى ما فات، والأمر الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينة كفارة عن التأخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: نسيت أن أذكر لكم، وبذلك الذي سألته، أنني لم أكن أحافظ على الصلاة في ذلك الوقت جهلا مني، وإذا صليت فإنني أصلي بدون خشوع، ولم أكن أعرف أهميتها وضرورتها. فقالت لي إحدى الأخوات: ليس عليك بالقضاء لأنك لم تكوني تصلين، والذي لا يصلي بحكم الكافر. نعم، هو كذلك، إذا كنت مضيعة للصلاة في تلك الفترة، تلك السنوات التي لم تكوني تصومين رمضان فيها، وأنت مضيعة للصلاة، فأنت لست على الإسلام، ولو صمت فصيامك صحيح. إنما الفتوى بالقضاء إذا كنت محافظة على الصلاة ولكنك تركت الصيام بحجة الضعف كما ذكرت. نعم. جزاكم الله خيرا. في معنى أحد الأحاديث أنه من أشغل مصلٍ في صلاته لمدة 3 مرات أن الله لا ينظر إليه، هل هذا يعني أن صلاته غير مقبولة؟ هذا مثل الحديث الذي ذكر في أول الحلقة، لا أعلم له أصلا، ولا يجوز إشغال المصلي بما يشوش عليه صلاته. جزاكم الله خيرا. شاب غير متزوج وكان صائما وفكر في أمر الزواج وأنزل، هل يتأثر صيامه؟ الاحتياط أن يقضي هذا اليوم، الاحتياط أن يقضي هذا اليوم، لأن إنزاله بسبب منه وهو التفكير. نعم. جزاكم الله خيرا. هل الإنسان في القبر يحس بالدود إذا أكل لحمة؟ الله أعلم بذلك، أمور القبر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وقد ثبت الأحاديث، بل تواتر في الأحاديث، أن الميت في قبره إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار، وهذا
فيه عذاب القبر وأنه واقع على جسمه وعلى روحه وأنه يعذب والعياذ بالله، أو ينعم إذا كان من أهل الصلاح وأهل التقى كما صحت لذلك الأحاديث، هذا الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب، وأنا أدعو الله دائما أن يجعلني منهم، هل إذا استمريت في دعائي يستجاب لي؟ هذا شيء طيب، الله قريب مجيب، والإنسان يسأل الله الجنة ويسأله الفردوس، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فعلى المسلم أن يدعو الله وأن يعظم الرغبة فيه. جزاكم الله خيرا. نعم إلا أنه لا يسأل الأشياء التي لا تليق به، كأن يسأل الله منازل الأنبياء أو منازل الرسل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا فتاة ملتزمة ولله الحمد، وأذهب كل يوم للعمل في قرية أخرى، لكن في طريق العودة يؤذن أذان الظهر، ولا نصل إلى قريتنا إلا بعد أن تقام الصلاة ويصلي الناس، وأنا قد تعودت أن أصلي السنن الرواتب والنوافل، وهي 4 ركعات قبل الظهر، وبعده 4، وقبل العصر وركعتين قبل العشاء، والسؤال كيف أحافظ على سنة الظهر التي تفوتني وأنا تعودت أن أصليها، فهل أصليها عندما أصل المنزل حتى لو أقام الناس الصلاة ثم أصلي الظهر، أم ماذا أفعل، خاصة إنه يحدث كل يوم طوال فترة الدراسة، وأنا أرغب في ثواب هذه النافلة، وهل يجوز أن أقضي أي سنة يفوت وقتها وتقام الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. السائلة امرأة، هكذا المرأة لا علاقة لها بإقامة الصلاة في حق الرجال، فإذا وصلت إلى المنزل والوقت متسع فإنها تصلي الرواتب التي قبل الظهر، ثم تصلي الظهر، ثم تصلي الراتبة التي بعدها، فالمدار على بقاء الوقت، وأما إقامة الصلاة فهي لا علاقة لها بها، لأن هذا خاص بالرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن فلتصلي 4 قبل الظهر، ولتصلي 4 التي بعدها، ولتستمر على النوافل، وما هو توجيهكم عن القضاء شيخ صالح؟ هذه لا يفوت في حقها حتى تحتاج إلى قضاء. الحمد لله. إذا وصلت تصلي الرواتب القبلية، نعم، ثم تصلي الفريضة، ثم تصلي الرواتب البعدية ما دام الوقت باقي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول دائما أسمع أن من فاته الوتر من الليل قضاه في الضحى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم ولم يوتر فليوتر، فلماذا تقضى صلاة الوتر إذا فاتت الإنسان مع أنها نافلة، وما أهمية الشفع والوتر، وعلى هذا ينطبق، وهل هذا ينطبق على بقية النوافل؟ أما ما نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله من فاته الوتر فليوتر، أنا أعلم بهذا أصلا، وهذه السائلة ذكرت أشياء نسبتها للرسول في كل سؤال لا أصل لها، فالواجب على الإنسان أنه ما ينسب للرسول إلا ما يتأكد من ثبوته، يعني يكون في كتب الصحاح المعروفة، وأما من فاته الوتر بالليل فإنه يقضيه في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، يقضيه لكن يشفعه، فإذا كان يوتر بثلاث من الليل فإنه يصليها 4 بسلامين، وإن كان يوتر بخمس فإنه يصليها 6 ركعات بتسليمات من كل ركعتين، وهكذا، هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هل معنى هو أن نتوضأ لكل صلاة، أم أن يبقى الإنسان طاهرا طوال اليوم ولو بوضوءين أو 3، وأي ذلك أفضل؟ جزاكم الله خيرا. هذا حديث صحيح، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى المحافظة على الوضوء إسباغه وإتمامه وإكماله، هذا معنى المحافظة على الوضوء، لا أنه يتوضأ لكل صلاة، وإنما هذا من المستحب أن يجدد الوضوء إذا صلى به مرة وأراد أن يصلي مرة ثانية، فالمستحب أن يجدد الوضوء وليس بلازم. جزاكم الله خيرا. ما معنى الاستتار من البول، وما حكم المال، وما حكم الماء النازل نتيجة لتنظيف الأعضاء على الملابس الداخلية، هل ينجسها؟ جزاكم الله خيرا. الاستتار من البول إما أن المراد به أن الإنسان إذا أتى البول أنه يستتر عن الناس ولا يتبول أمام الناس ويكشف عورته، أو المراد والله أعلم أن الإنسان يتحرز من إصابة البول بثوبه
ولجسمه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعلم في قبره أنه كان لا يستنزه من البول، بمعنى أنه لا يتحفظ من إصابة البول لبدنه أو لثيابه، فيصلي وعليه نجاسة، ولذلك عذب في قبره. ويقول صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالمطلوب الأمران، أولا أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ببول أو غائط أن يستتر عن الناس ولا يكشف عورته أمام الناس، والأمر الثاني أن يتحفظ من إصابة البول أو رشاش البول، وأن يختار لمكان البول مكانا رخوا منحدرا لا يرجع إليه بوله أو رشاشه. وأما ما يصيب البدن من ماء الوضوء المتساقط من الأعضاء فإنه طاهر والحمد لله، فإذا أصاب البدن أو الثياب فإنه لا تأثير له لأنه ماء طاهر. نعم. هذه رسالة من أحد المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة ما يتناقله الناس من أن الجهر بالبسملة في الصلاة غير جائز؟ هل ذلكم صحيح؟ وما هو توجيهكم في هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الجهر بالبسملة بصفة دائمة خلاف السنة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم لا يجهرون بالبسملة، ولكن من جهر بها بعض المرات فلا بأس به لورود ما يدل على ذلك في بعض المرات. أما المداومة على الجهر بالبسملة فهذا خلاف السنة وهو قول جمهور أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل شيخ صالح: هل البسملة آية من القرآن الكريم أم أنها آية من الفاتحة فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن البسملة آية من القرآن الكريم، لكنها آية مستقلة، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية، ذلك في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في غير هذا الموضع فإن البسملة آية مستقلة تذكر بين أو تكتب بين كل سورتين، هكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، بل هي آية مستقلة ما عدا آية النمل فإنها بعض آية فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من منطقة القصيم المستمع نادي حسن علي يعمل هناك، يسأل ويقول: هل على الراتب الشهري زكاة؟ وكيف يكون تقديرها وإخراجها؟ جزاكم الله خيرا. من كان ينفق رواتبه ولا يتوفر لديه منها شيء ليس عليه زكاة، أما من كان يوفر منها مقدارا يحول عليه الحول ويبلغ النصاب أكثر فإنه تجب فيه الزكاة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن مقدار الزكاة، يحفظكم الله. مقدار الزكاة 2.5%، أي ربع العشر. نعم. هل على الإنسان من إثم إذا ما جلس مع بنات عمه أو بنات خاله أو امرأة أخيه وليس معهن غيرهن؟ جزاكم الله خيرا. جلوس الرجل مع النساء وهن متحجبات ومتسترات من غير اختلاط لا بأس به، أما جلوس الرجل مع المرأة وحده ليس معهما ثالث وهي لا تحل له أو ليست من محارمه فهذا محرم شديد التحريم، قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحم؟ قال: الحم الموت، يعني قريب الزوج، فإن خطره أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا تجوز الخلوة بالمرأة التي ليست من محارمه أو لا تحل له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مصافحة النساء من غير المحارم كابنة العمة وابنة العم والخالة وابنة الخالة وامرأة الأخ؟ جزاكم الله خيرا. وهل مصافحتهن تنقض الوضوء؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست من محارمه أو لا تحل له، المرأة الأجنبية منه لا يحل له مصافحتها ولا لمس شيء من بدنها لما في ذلك من الفتنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صافح النساء لا في البيعة ولا في غيرها، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام
الكلام من غير مصافحة، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة كمسألة العلاج، إذا لم يوجد طبيب معالج من النساء واضطرت المرأة إلى العلاج فلا بأس إذا توقف العلاج على لمس موضع الحاجة فلا بأس به للضرورة. أما ما دام يوجد طبيبات من النساء والمرأة محتاجة للعلاج فإنه لا يجوز أن تعالج عند الرجال. وأما نقض الوضوء بمس المرأة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، قيل إنه لا ينقض مطلقا، وقيل إنه ينقض مطلقا، وقيل إنه ينقض إذا كان معه شهوة، ولعل هذا هو الأقرب أنه إذا كان معه شهوة فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج شيء من الإنسان مما ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المستمع أبو بكر باوارث يقول: نحن إخوة لكم في الإسلام مغتربون ومقيم في المملكة، إذا جاء زكاة الفطر هل نبعث بها إلى بلادنا نظرا لكثرة المحتاجين هنا أم لا بد من إخراجها حيث نقيم؟ جزاكم الله خيرا. صدقة الفطر تتبع البدن فيخرجها المسلم في البلد الذي يأتي عليه ليلة العيد وهو فيه، لأنها تتبع بدنه، هذا هو الأصل. وإذا أخرجها ببلد آخر وكل من يخرجها عنه وقت الإخراج جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المجتمع محمد قدري إبراهيم يسأل ويقول: لي مبلغ من المال عند شخص ما وقد أعطاني إيصالا بذلك المبلغ، وعند مطالبتي له بالمبلغ طلب مني الإيصال، وخوفا من أخذ الإيصال مني وعدم رد المبلغ لي أقسمت بالله بأن الإيصال ليس معي الآن، علما بأن الإيصال كان موجودا معي في اللحظة نفسها، وخوفا من أخذه وعدم رد المبلغ أقسمت بالله كذبا، ما حكم هذا القسم وهل له كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا قسم محرم لأنه كذب وفيه الإثم، فعليك التوبة والاستغفار وليس فيه كفارة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين بل إحدى المستمعات، وتقول: أقطن الآن في قرية في ألمانيا، وسؤالي هو: تعرضت لكسر فقرة من فقرات العمود الفقري في رمضان، ويجب أن أتمدد بشورة عامة على الفراش، ويجب أن لا أتحرك كثيرا، فكيف أصلي مع العلم أني أصلي على جنب، وصليت يوما بوضع الجلوس ولكن قالوا لي هذا غير جيد للصحة لأنني أنحني في الركوع والسجود قليلا، ماذا أفعل؟ هل أصلي على جنب؟ اشرحوا لي كيفية صلاتي وحالي ما ذكر، جزاكم الله خيرا. المريض يصلي على حسب استطاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، في رواية: فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا كنت لا تستطيعين الجلوس، لا تستطيعين القيام ولا الجلوس ولا على جنب، وإنما تستطيعين وأنت مستلقية، فصلي وأنت مستلقية والحمد لله، وتكون رجلاك إلى القبلة إذا تيسر ذلك. قوله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتومئين للركوع والسجود بالرأس، وتجعلين الإيمان بالسجود أخفض من الإيمان للركوع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.